وكل شيء انتي تتبرمجين عليه راح تعيشيه، وكل شيء تتوقعيه راح تعيشيه، وكل شيء تسمعيه. اهم شيء السمع، الاغاني. سبحان الله، أني ما أسمع أغاني حزينة، كلش قليل ونادرا بصدف. يعني أقول ليش أسمعها وأني حياتي حلوة؟ ليش أسمعها وأجذب طاقة سلبية؟ شوفيها كلها بالفطرة، سبحان الله. رغم أنتي دي تحكي لي ودا أكتشف بي الأشياء. أني ما أحب أتطرق للأشياء السلبية، وأكيد هواية ناس مثلي لهذا ما تخلقيها بعالمك ومدى تشوفيها. بس اللي عالم المتعود يسمع دراما ويسمع حزن راح يظل ويجذبها لعالمه ويعيشها. مثل أكو أغنية، الله يسامح اللي كتبها، هي أغنية عراقية، ليش ليش الحزن، ليش ما أعرف شنو، تتكرر كلمة ليش ليش. فهذا الإنسان راح يعيش بدروسه دائما، تكرار مستمر للأحداث بحياته، لأنه هو يقول ليش، ليش الحزن والمعرف إيش، ليش الحزن والفراق وإلى آخره، فيظل يكرر هاي الكلمة. فتشوفين كل العالم اللي دي يسمعوها وحبوها وهي طلعت ترند، ظلت تعيش بنفس المأساة وعاشوا نفس العلاقات، ورجعت السنة دارت عليهم رجعت لهم نفس المشاكل بعلاقات ثانية ويا أشخاص ثانيين. فهم دي يعيشون الأحداث اللي هم يسمعوها. فشيرين عاشت واقع اللي هي مثلته واللي هي سمعته. فالأغاني والكلمات اللي نسمعها راح تبرمج عقلنا. فأحلام من تغني، تغني عن العزة، عن الشموخ، عن الرقي، تغني عن نفسها عاشته، رغم أنه هي من أصل مو ملكة بس عاشت ملوكية، والكل اليوم هي ملكة الخليج الأولى بالغناء. نفس الشيء بعض الفنانين اللي يبكون دائما بحالة الدراما يشكون كل شيء.